قال وتقر أن الله لا يغفره، أي كما قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من مات على ذلك، من مات على ذلك أي من مات مشركا فلا مطمع له في مغفرة الله، كما قال جل وعلا في آية أخرى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. يقول الشيخ إذا يقول له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الذي حرمه الله؟ ما هو الشرك؟ ما هو الشرك الذي حرمه الله؟ عرفه لي، بين لي حقيقته. فما هذا الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. لماذا قال الشيخ رحمه الله فإنه لا يدري وقالها قبل أن يسمع الجواب؟ لأن قوله المسبق أنا لا أشرك بالله والالتجاء إلى غير الله ليس بشرك، هذا يدل دلالة واضحة أنه لا يدري ما هو الشرك. ولهذا قال رحمه الله فإنه لا يدري، لأنه لو كان يدري ويعرف حقيقة الشرك لما قال تلك المقالة. ولهذا إذا قلت له عرف للشرك سترى أنه إما لا يجيب بشيء، إما لا يجيب بشيء، يعني سيقول لك هذه العبارة بلفظها لا أدري أو لا أعرف، أو يجيب بأجوبة خاطئة من جنس كلامه الأول، من جنس جوابه الأول، ستكتشف أنه لا يعرف الجواب. قال فإنه لا يدري، فإنه لا يدري أي لا يدري ما هو الشرك. وقد قيل قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، الذي لا يدري ما هو الشرك كيف يتقي؟ ولهذا قوله السابق هو فرع عن عدم معرفته بالشرك وحقيقته، فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه. لاحظ أنك من أجل أن تقول له هذه الكلمة كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه، ربما قبلها تمر ببعض المحاورات معه حسب حال الرجل، إما أنه سيقول لك لا أدري مباشرة أو لا أعرف، أو أنه سيبدأ يخوض في تعريفات خاطئة للشرك، فماذا ستصنع؟ تبين له الخطأ في كل مرة يعرف الشرك، تبين له الخطأ وتستدل له في بيانك الخطأ، تستدل مبينا خطأه بالدليل، إلى أن يصل إلى حال لا يستطيع أن يعرف الشرك، فحينئذ تقول له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه، كيف تبرئ نفسك من الشرك الذي حرمه الله وأخبر أنه لا يغفره وأنت لا تعرفه في ضوء الدلائل من الكتاب والسنة. وعندما تتكلم في تعريفه تتكلم بفكر قاصر وفهم سيء ضعيف ليس قائما على دلائل كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فكيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه، وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ هذه مشكلة أهل الضلال، حرم الله عليهم الشرك فقاموا وأتوا بالعبادة ولم يسألوا ولم يعرفوا. ولهذا ترى كثير من هؤلاء إذا سمع آيات الشرك ينفر منها ويرى نفسه ليس من أهلها، ويرى نفسه ليس من أهلها، ليس من أهل هذه الخصال. لكن لما كان لا يعرف الشرك وحقيقته وقع فيه. ولهذا قال عمر رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، وأعظم الجاهلية الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا من لا يعرف الشرك يقع فيه. ولهذا أيضا قيل تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه، فلا بد من معرفة الشرك من أجل أن يحذر وأن يتقى
والله يقول وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. إذا استبانت سبيل المجرمين كان الناس منها على حذر، أما إذا لم تستبن ربما وقع بعض الناس في سبيلهم من حيث لا يشعر ومن حيث لا يدري. قال ولا تسأل عنه ولا تعرفه. قل مثل هذا أيضا في حال كثير من الناس في المحرمات الأخرى. حرم الله عز وجل الربا وباع كثير من الناس واشترى ولم يسأل ولم يعرف الربا، وحرم الله عز وجل أكل مال اليتيم فأكل ولم يسأل، وحرم أمورا عديدة فتعامل بها ولم يسأل.